باش نقولوا التزمت، هي اصلا الالتزامات اللي محطوطه ماهيش باش تتنفذ اوتوماتيكمون بعد ما يفاول المفاوضات، يعني هي التزامات مربوطه بفتره محدده، ولكن الاكيد انهم بداوا شي ينفذوا فيها بما انه ازمه الكوفيد اثرت برشا على التزامات الدول على خاطر الازمه الاقتصاديه عندها اثر كبير، بالاضافه حتى يعني للأزمة الطاقية اللي موجودة حاليا في العالم، خلت برشا دول خاصة دول الاتحاد الأوروبي ترجع على تعهداتها والتزاماتها وترجع للطاقات الأحفورية كما الفحم الحجري كما الطاقة النووية والكل، واللي هي كانت قبل التزمت أنها تمشي نحو طاقات متجددة وتمشي نحو تخفيض انبعاثاتها. تونس مساهمتها في التغيرات المناخية في حد ذاتها، يعني في الاحتباس الحراري، هي مساهمة ضعيفة جدا، تقريبا هي القارة الأفريقية كلها 3%، يعني مساهمتنا مثلا كتونس ما توصلش للواحد في المية، 0.007%، واللي هي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بدول أخرى. ولكن تونس يعني ديما كانت ملتزمة كما نعرفوا الناس الكل بالاتفاقيات الدولية والكل، خاصة في الاستراتيجيات اللي كانوا يعملوهم واللي حتى لحد الآن قاعدين يتعاملوا، واللي هما مثلا الاستراتيجية اللي هي منخفضة الانبعاثات من الكربون اللي هي تتنفذ من هنا ل 2050، وين تونس حدد فيها الأهداف متاحة وكيفاش باش تمشي في السياسة هذية. أساسا عندنا الانتقال الطاقي كيف زاد تخفيض الانبعاثات إلى غير ذلك، زاد من الأنشطة اللي هي أنشطة التأقلم، واللي هم تونس بالأساس راه في قضية التغيرات المناخية هو التأقلم وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، تعزيز صمود الفلاحين البحارة والفئات الهشة من المجتمع التونسي اللي هي متضرة أكثر بالتغيرات المناخية، وبالأخص كان نعرفوا اللي تونس من أكثر الدول هشاشة ومن أكثر الدول عرضة لأثر التغيرات المناخية. تونس بدأت بالفعل في تنفيذ الانتقال الطاقي بصفة محتشمة شوية، يعني ما عملتش مشاريع اللي هي تحقق الانتقال الطاقي كما نأمله، ولكن المشاريع اللي بدأتها ولا حتى الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي هي للأسف استراتيجية ما تاخذش بعين الاعتبار دور المجتمعات المحلية وتأثير الطاقات المتجددة على المجتمعات المحلية. يعني المشاريع اللي قاعدين يصيروا تويكا في الجنوب التونسي وحتى المشاريع اللي صارت مثلا في بنزرت والا في الهوارية واللي فيهم يعني انتاج الطاقات الطاقة من الطاقة الريحية كان عندها اثر سلبي على السكان اللي متواجدين في المناطق القريبة من مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة يعني اثار صحية، اثار على المنظومات البيئية واثار على الطيور مثلا. هذاك علاش الانتقال الطاقي اليوم في تونس لازم يكون انتقال عادل، مش انتقال للطاقات المتجددة ولكن بعد يكون عندها أثر سلبي على المجتمع. تونس حاطة هدف 30% مساهمة للطاقات المتجددة من إنتاج الطاقة بصفة عامة في من هنا 2030 غدوة، وإحنا اليوم تقريبا في 5% إذا كنا متفائلين برشا. بالإضافة لتونس عندها من عام 86 استراتيجية طاقية واللي هو مخطط تونس الشمسي مثلا، واللي المخطط هذا ما تنفذش يعني كما يلزم. وحاجة أخرى عنا إطار قانوني ينظم الطاقات المتجددة، ولكن الإطار القانوني هذا يعزز امتلاك إنتاج الطاقة لفائدة شركة واحدة واللي هي الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. دونك قعدنا فك المونوبوليزاسيون دي زينيرجي رينوفلابل، وقعدنا زادة في المثال نتاع انه ننتجوا الطاقه للاكسبور ما يكونش فيها المجتمعات المحليه موجودين، ما يكونش فيها بعد حقوق الانسان، ما يكونش فيها بعد التنميه المحليه. هذا الكل يخلينا تقريبا مازلنا نمارسوا في اخطاء الماضي.
يمكن الصفة اللي نجم نعطيها لها أن هي سياسات في أغلبها متضاربة، يعني تفتقر للاتساق وللتناسق. تلقى مثلا في وزارة واحدة عندها استراتيجية للتأقلم مع أثار التغيرات المناخية، ولكن من جهة ثانية عندها استراتيجية لإنتاج اللي هو يستغل بصفة مجحفة وبصفة غير مستدامة الموارد. ناخذ المثال متاع وزارة الفلاحة، عندهم أن ديبارتومون يخدم على التغيرات المناخية والتأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف والكل، ولكن من جهة ثانية فما توجهات في وزارة الفلاحة أنهم يوليوا فما مناطق إنتاج مثلا قوارص في قروان، إنتاج الطماطم في جابس، اللي هي مناطق تفتقر للموارد المائية واللي هي مناطق وين الموارد المائية تستنزف وتستغل بطريقة مجحفة، واللي هذايا ماهوش في صالح التأقلم مع التغيرات المناخية، وقت اللي نعرفوا اللي تونس ما بين 33 دولة أكثر فقرا في الماء في العالم، واللي نصيب الفرد الواحد بعيد برشا على المعدل العالمي، واللي احنا تقريبا 350 ولا 360، واللي هو بعيد على 1000 متر مكعب للفرد الواحد في السنة، واللي ماهوش في المناطق الكل بطبيعة في تونس. هذاك علاش نقولوا اللي السياسات العمومية في تونس وخاصة السياسات اللي عندها علاقة بالبيئة هي سياسات متضاربة في أغلب الأحيان، وزادة سياسات حبر على ورق، يعني تفتقر برشا للدعم السياسي، يعني ما فماش بورتاج بوليتيك للسياسات هذية، وقعدنا نعتبر البيئة اللي هي ان لوكس نحب ولا نكرهه بالنسبة لنا احنا، خلينا نحلوا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والماكلة متاعنا وبعد نتلفتوا للبيئة. ولكن وقت اللي تكون المنظومات البيئية والموارد الطبيعية قد استنزفت وتدهورت، ما عادش نلقاو احنا لا ماكلة لا حتى شيء، وقاعدين نشوفوا تو حتى يعني أزمة المياه، وقت اللي نستغلوا المياه بطريقة مش مستدامة ما نلقاوش ما نشربوا في الأخير.